سامع؟ بيقول لها ايه؟ بيقول لها يا مدوحه بيدلعها، اللي عمرك ما دلعتني. انا عمري ما دلعتك. عمرك ما دلعتني. يلا يلا لبسني الكاب، انا مستعجله. حاضر يا حبيبتي، عشان خاطر الطياره ايه ما بتستناش حد. يلا تروحي وتجينا بالسلامه كده ان شاء الله رحله. يلا يا فاضل مستعجله. ايوه حبيبتي. طيب يلا هاتي رجلك. رجلي ايه يا فاضل؟ هو انا هلبس بنطلون؟ بقولك لبسني الكاب. ايه ده؟ ايه ده؟ امريكا برد، لازم تدفي زورك يا مرة. حد يلبس كاب بالطريقه دي؟ طول عمرك راجل جليات، ما بتعرفش تتعامل مع الجنس اللطيف. هو فين الجنس اللطيف ده؟ نعم، هو انا مش جنس لطيف ولا ايه؟ حبيبتي الستات نوعين، جنس لطيف وجنس مخيف. وانا انهي نوع فيهم ان شاء الله؟ انت الاثنين مع بعض. بالعكس بقى، الستات غلبانين ومساكين، الرجاله هم اللي مكارين وملوعين، هم يسموا الستات جنس العبيطات. عبيطات؟ ايوه. لو كنتوا صحيح عبيطات ما كنتوش كل شويه تقولوا هات عشان نجيب موبايلات ونغير الفستانات ونجيب سيارات. ده احنا العابطون الدفعون الكععون الغرمون، في الاخر تاخدونا على المحاكم وتخلعون واحنا ناخد خازوقون.